لأنه مميز في عالمه الخاص وعالمه العملي، ولأنه ينشد التميز في المجتمعات، ها هو ينقل تجربته ويضعها بتصرفنا كي نكون مميزين. فلطالما هو خاض عباب القيادة من باب تطوير وإتقان المهارة، مفككا عقد الحيرة والتشكيك بالقدرة الذاتية حتى أصبح نموذجا يحتذى، لا بل قائدا يتربع على عرش التميز ويتبوأ مناصب عدة في إدارة أقسام الموارد البشرية للمنظمات العالمية وتطوير قادة المستقبل والإشراف على ميزانيات مالية بملايين الدولارات لمبادرات تحويل الأعمال الاستراتيجية وإضافة الكفاءة إلى العمليات التنظيمية المعقدة، ها هو اليوم يضع بين يدينا مولوده تميز، الدليل الحثيث على السير نحو القيادة، ويدعو إلى قراءة فصوله بدقة والانتباه إلى كيفية بناء منظومتنا. الكويتي الأستاذ عبد العزيز الرومي، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. السلسلة تطول بالتعريف عن حضرتك لأنك فعلا إنسان مميز، فكيف تنقل لنا هذه العدوى؟ الله يخليك. على الصعيد الفردي والصعيد العام، وما أحوجنا اليوم إلى التميز؟ أولا شكرا على المقدمة الجميلة. أنا أي واحد يعني يقوم بالتعريف اللي تفضلتي فيه حضرتك يكون صعب بالنسبة لي أن أتخيل أن هذا هو الشخص. الله يخليك، هيدا حضرتك، نحن ما جبنا لك شيء من عنا. الله يرضى عليك. وطبعاً لبنان بلد التميز، ولها يعني معزة خاصة في قلوبنا كلنا، خاصة احنا ككويتيين. ويشرفني أن أشارك خبرتي المتواضعة معاكم، وإن شاء الله أن يعني الجميع يستفيد ويستمتع في هذا اللقاء. يا هلا فيك. أستاذ عبد العزيز، هل التميز هو طاقة بتولد معنا أم نهج بنتبعه بالحياة، أم هو موهبة بتتطور إذا اشتغلنا عليها؟ بصراحة مثل كل شيء في الحياة، في شيء مرتبط بالجينات وفي شيء مع التطوير. الوقود أو اللي أنا أسميه بالكتاب الفلفلمنت أو الرضا، اللي هو مبني على مدى حبي للتميز. ليش أنا بيكون متميز في مجال على مجال؟ نعم. ليش في شيء إحنا مستعدين نعمل فيه بلاش عند المغول بدون مقابل، ونبدع فيه مقابل الوظيفة اللي هي نعيش من خلالها ما نكون متميزين فيها؟ هذه الأمور الرئيسية لازم الشخص يكتشفها في نفسه في أسرع وقت ممكن. لأن الممارسة في هذه الشغلة اللي لها علاقة بالشغف طبعا، والمهارة، يعني مو بس الشغف، الشغف والمهارة. نعم. فمثلا أنا عندي شغف لعب كرة القدم، لكن لا يمكن أكون لاعب ناجح. ولكن في مجال التدريب والتطوير لا، الحمد لله أنا متميز وعندي ناتج اللي من خلاله ممكن أترقى في وظيفة أو أعمل عملي الخاص. نعم. وأتميز في مجالي هذا من خلال القيمة المضافة اللي أعطيها للمجتمع. حلو كتير. أستاذ عبد العزيز، على الصعيد الفردي هناك أشخاص مميزين، ولكن مثل ما حضرتك تفضلت يمكن ما بيعرفوا حالهم أو غير قادرين على إبراز طاقتهم، وهن يعني مكبوتين بفعل البيئة أو المجتمع اللي عايشين فيه. كيف بتتوجه لهيدي الفئة من الناس حتى يطلعوا من الشرنقة ويكونوا مميزين؟ سؤالك ما شاء الله في محلة. احنا في مجتمعنا العربي بشكل عام او المجتمع الشرقي بشكل عام، احنا مجتمع تكافلي، فدائما المحمود هو الجماعة وليس الفرد في عكس الغرب، ولهذا احنا نعيش هذا الصراع. نعم. وانا احاول دائما افك هذه الشفرة. الغرب عندهم التميز الفردي، وبالتالي من البداية يعززون هذا التميز الفردي. نعم. وبنفس الوقت في لا صعوبة ان اذا الواحد اذا خسر ممكن يكون هوملس مشرد. بالمقابل احنا عندنا مجتمع تكافلي، من عندك احد دائما يساعدك. الحين مثل ما يقولون بيرن ذا بريدجز، او احرق السفن او احرق الجسور. هذه طريقتي في الحياة. كل ما حسيت ان انا بالكمفورت زون
انطلقت لمرحلة ثانية. نعم. اكتشفت ان انا متميز ومقبول عند اهلي وعائلتي وفي الدراسة ايام الدراسة ما قبل الجامعة، فقررت اني اروح امريكا في مكان ما اعرف فيه احد، في ولاية ما حد يعرفها، كانت في كاليفورنيا. وبنيت نفسي ايضا من الصفر، وتأكدت من علاقاتي اللي هي المهارات الفردية مثل التواصل الاجتماعي اللي هي تطور بعدين وتكون الايموشنال انتليجنس، الذكاء الاجتماعي. هذه جدا كانت مهمة وعززت فيها هذه الامور، وهذه اللي خلتني اجرب امور كثيرة واعرف بالضبط المرحلة الصغيرة حياتي شنو الشيء اللي يميزني. يعني الاصرار، الاصرار مع الواحد دائما يحاول يعني أكد على كلامك انه هو المجتمع يفرض علينا ان نكون مينستريم. نعم. نمشي مع القطيع. نعم. فاحنا لازم يكون في شيء بحياتنا بحيث نحاول نثبته، لو كان جمع مبلغ معين من المال او اكون مثلا مشهور ما هو غلط. نعم. بس لازم الواحد يجرب نفسه في بيئه مختلفه. نعم. ويشوف مهاراته وشغفه. طبعا استاذ عبد العزيز، اليوم المجتمعات تئن من ثقل ما عانت منه بهالسنوات الأخيرة من وباء، من خلل أمني، من انهيار اقتصادي. كيف يلعب التميز دوره للنهوض في المجتمعات؟ هو الله حفظك اللي صار، أنا أظنها طريقة مختلفة. دائما اللي احنا اللي خسرناه بشكل عام، في ناس توفت الله يرحمها، في ناس مرضت وتعبت، صحيح. هذا شيء الله كاتبه، ولكن الشيء اللي فعلا خسرناه هو الشغلات المادية. نعم. بالفعل هذه شغلات رخيصة مع أنها لها قيمة عالية كمبلغ كدولارات أو كذا. نعم. ولكن فعليا فعليا الشيء الأهم والغالي هو الأسرة والعائلة والمهارات. نعم. والمهارات. فإحنا لأن علشان أهلنا طورنا كثير من مهارات التواصل وترتيب الوقت. فكنت أنا أيام الأيام قبل كورونا وبعد كورونا أشتغل 8 ساعات 9 ساعات، أيام كورونا كنت أشتغل 13 ساعة 14 ساعة. لأن كنا نشتغل أونلاين. نعم. عن بعد. فالتميز والترتيب كله يأتي من القيمة اللي أنا بضيفها، في حين أن في ناس كانت في البيت وما عملت شغل. وكان عندها عذر أن أنا في كورونا ما أقدر أعمل، ما استغلوا الوقت. بالضبط. نعم. نعم. اليوم أستاذ عبد العزيز حضرتك تطلق كتاب تميز، لماذا هذا الكتاب في هذا الوقت بالتحديد وماذا يتضمن؟ الكتاب كان مثل ما نقولون الفكر أو الرسالة اللي أو الخطوة الأولى من الإرث اللي أبي أنا بقيت حياتي. نعم. امتدادة لستي الله يرحمها، كان عندها كتابين في آخر عمرها. جدي الله يرحمه كان مؤلف ايضا كتب ومجلات، فحسيت ان الدي ان اي هني نفس الكلام يخليني افكر في نفس الاتجاه. شو هالدي ان اي العظيمه. فكانت الفكره ان كيف انا اقدر اخدم الناس في وقت الان في كورونا. نعم. اشاركهم المعلومات وايضا يكون مكتوب، فبالتالي يتم انتقادي. أنا قاعد أتكلم عن القيادة، فأنا أبي فريق عملي ينتقدني. نعم. بناء على كتاب اللي أنا كاتبه. لأن أبي أعيش بنزاهة، أبي أعيش بسلام مع نفسي. نعم. ما أبي ناس تنظر لي أنا مثل ما يقولون كأثورتي أو كسلطة، أكثر ما أنا إنسان يحاول يضيف قيمة للمجتمع. نعم. فهذا كانت خلينا نقول يعني اللبنة الأولى إن شاء الله من الرحلة اللي أنا ماشي فيها الآن في مجال التأليف والكتب والمحاضرات والأمور. ألف مبروك. الله يبارك. حضرتك اليوم بلبنان، فينا نعرف شو طبيعة هالزيارة؟ هل التميز له علاقة فيها؟ هي الأساس هي التميز، لازم نجي على بلد التميز ونتواصل مع الجمهور. الحمد لله عندي جمهور طيب ومتفاعل جدا ومتميز. ومتميز. لبنان كله مميز أستاذ عبد العزيز. بكافة طاقاته وقطاعاته. ايه خلينا نمشي على اسم الكتاب. نعم. الحمد لله يعني وايضا فعلا تميز الكتاب، نكمل في التميز اليوم اللي هو اصبح امازون نمبر 1 بست سيلر. نعم. وهذا يعني ما اعتقد انه في كتاب كاتب عربي في مجال القياده في امازون ياخذ هذا المرتبه، والسبب اعتقد يعني بعد فضل الله
وتفاعل الناس. نعم. هو التوت ليدرز اللي كانوا كاتبين الفورورد والإدورسمنت. نعم. تقديم الكتاب أعطى للكتاب مكانة ما كان يحظى فيها فقط من اسمي، لأن أنا لسه قاعد أبني الاسم والتعارف مع الجمهور. نعم. أستاذ عبد العزيز، نحن بشهر أدار، وشهر أدار يحمل الكثير من المناسبات والتي تخص المرأة أكثر شيء، يعني يوم المرأة العالمي، عيد الأم بعد كم يوم. من خلال معرفتك بلبنان، أين ترى التميز في المرأة اللبنانية؟ أنا بشكل عام أشوف التميز بالمجتمع اللبناني كافة، يعني نعم. من الصغير قبل كبير صراحة، والمرأة اللبنانية اللي يميزها عن أعتقد عن باقي النساء خلينا في الدول العربية استقلاليتها، وأيضا فيها ارتباط دائما بعروقها يعني أو أصولها العربية. نعم. ظهرت بشكل غربي أو كانوا مثلا في دول عربية أو برا دائما في امتداد ودائما سباقين في تميز وترك بصمة في كل مجالات. نعم. نريد من حضرتك معايدة مميزة بعيد الأم اللي جاي ب 21 أدار، كيف تعيد الأم الأستاذ عبد العزيز الرومي ليكون هذا العيد مميزا؟ يعني أنا ممكن أغني حق الأم، بس راح تقرون مثل القنوات. ما حلو. إحنا بالنسبة لي أنا شخصيا مثل أولادي مثل زوجتي، كل يوم هو عيد الأم. يعني الله يخلي لك إياها. الله يحفظك. ونفس الشيء مع ستي ونفس الشيء مع زوجتي، اللي يقدمونه الأمهات ماكو أي شيء في الدنيا ممكن يعوضه يقدمه. نعم. وإحنا يعني كأزواج وكأخوان وكأبناء لازم بشتى الطرق نحاول إن نخلي كل يوم هو يوم عيد أم أكون معك صريح. الدنيا أم على كل حال. الدنيا أم بعد. يعني على وقع هذه الكلمات المميزة بدي أتشكر حضرتك أستاذ عبد العزيز الرومي، كنت ضيفنا بسالون الجمعة لليوم، ضيف مميز، أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله بتكون مرة تانية بقلب الاستوديو لحتى نحكي معك أكثر عن التميز بزيارة تانية للبنان. أهلا وسهلا فيك بلبنان أستاذ. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.